أهلا بكم متابعينا في موجز للأنباء أقدمه لكم من راديو أم. بداية، وقع مناضلون جزائريون على عريضة بعنوان المغرب والجزائر نداء إلى العقل، ذلك إلى جانب مثقفين ومناضلين من المجتمع المدني ومواطنين من المغرب وتونس بهدف وقف التصعيد بين الدولتين والعودة إلى جادة الصواب. الموقعون الجزائريون بلغ عددهم 17، من بينهم فيفي بن عبود موظفة أممية سابقة، عبد وهاب فرساوي رئيس جمعية راج، سعيد سعدي رئيس الأرسد السابق، سعيد صالحي حقوقي، وأمين زاوي كاتب. في خبر آخر، يغادر 8 معتقلي رأي سجن الصيف اليوم الأحد بعد أن أصدر مجلس قضاء الولاية حكما ب3 أشهر حبس نافذة حسب اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين. المعتقلون هم رشيد بشتولة، رؤوف مساوي، مسعود بولقمة، صهيب شخشوخ، سامر عابد، عبد الرحمن شاوش، علي إبراهيم صافي الدين، وعبد النور آيات. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسنة سجن نافذة في 22 جوان 2021 عن تهم تتعلق بمحاولة التأثير على قرارات المحكمة، نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، نشر معلومات كاذبة للجمهور، التحريض على التجمهر، الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وتعريض حياة الآخرين للخطر. انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لانتخابات المجالس الولائية والبلدية المقررة في 27 من شهر نوفمبر المقبل. العملية تستمر إلى غاية 15 سبتمبر الجاري. ننتقل إلى أخبار مغربنا الكبير وبتونس. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي إن ما حصل في تونس يوم 25 جويلية لم يكن إطلاقا انقلابا كما يروج له البعض، لأن الانقلاب هو خروج عن الشرعية حسبه. وقال سعيد: قسموا الدولة وكأنها ملك خاص لكل واحد منهم فيه نصيب، مضيفا: لذا التجأت للنص الدستوري في احترام تام للدستور وللقيم الأخلاقية. نختم متابعينا بأخبار الرياضة، حيث عبر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق اليوم الأحد عن صدمته من الإهانة التي تعرض لها أبطال الجزائر من ذوي الهمم الذين شاركوا في ألعاب طوكيو الجارية. وعلق الوزير على المشهد بالقول: لا أدري هل نحن في سنة 2021 أو قبل الميلاد، مضيفا أنه شيء مؤسف أن يتعرض أبطالنا لتلك المعاملة، وتم اتخاذ إجراءات إدارية وإقالة بعض المسؤولين الذي سيتم الكشف عنهم اليوم أو غدا. فهنيئا لأبطالنا وشكرا لهم. بهذا نكون قد أنهينا هذا الموجز. نذكر أنه باستطاعتكم متابعة أخبارنا على موقع radio-m.net ومغرب-emergent.net. إلى اللقاء.